صباح الخير عليكم كبيدات الغزالات، كصبحتوا لاباس عليكم مزيانين. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، تكون احوالكم طيبه مرتاحين وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا النهار هذا الصباح ديال الحد البنات، قلت علاش ما نطلعش للسوق ديال الحد. صراحه شحال بيني وبينو، راكم عارفين انايا كنسكن لتحت، كيجيني السوق ديال الخميس هو اللي قريب، ولكن ما كنمشيش له صراحه بزاف. غير هكا ملي كنبغي ناخذ هكا شي حاجه للدراري من البال ولا عاد كنمشي له. هذا النهار هذا قلنا نطلعوا للسوق الحد، علاش لا، نشوفوا شنو كاين. الا لقيت شي حاجه للوليدات، راكم عارفين ملي كيجي الصيف وليدات راهما غاديين وكيكبروا، كل عام خاصك تكسيهم وباش تاخذ من جديد بزاف شويه كتجي قاصحه. تقدر انك تاخذ الخروج لشي حاجه هكايا، ولكن غير للدار انا صراحه كناخذ ليهم من هكا من الجوطيه وتيكونوا اثمنه مناسبه، وكنخليهم داكشي ديال التكرفيس وديال الدار. المهم هذا النهار هذا طلعنا، وهذا النهار ديال الحد عرفتوا على جو كيفاش كان. الناس ديال تازا راهما غادي يعرفوا، كايبان لكم السوق راه خاوي خاوي بزاف صراحه، ضربنا فيها حبل كيما كيقولوا. صافي ما لقيناه خاوي، وحتى السلع الناس ما حطوش كيف ما كتشوفوا الجناب، كل شيء خاوي. السوق الداخل الناس ديال البال ما حطوش كاع، ما حطوش الحوايج، شي حاجه قليله وصافي، حيتاش العجاجه كطير الحوايج كيطيروا لهم ساكن البياس كيطير كامل. ولكن واخا هكاك حاولت انني ندخل، خليت بقى ولدي وولدي الكبير وراجلي بقاو في الطوموبيل، ومشيت انا وولدي الصغير هكا درت واحد الدوره شفت شنو تمايا ورجعت بحالاتي. المهم هانتوما معايا، وهنايا كنت بغيت انني نصور هاد الجهه حيتاش كاينين بزاف ديال الناس ديال تازا اللي كيعجبهم هاد الاجواء ومبلين بالسوق، ولكن غير سمحوا لي حيتاش كان خاوي ما لقيتش ما كان والو، ما كان ما يتصور. ولكن واخا هكاك راني حاولت انني ندير جهدي ونصور اللي قديت لكم عليه، راني صورته معكم وهذا مكان والهلا يخطيكم وكنبغيكم بزاف. المهم انا دابا غادي نباركي وغادي ندخلوا انا و كبيدات. صباح الخير، صباحتو هاني، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مرتاحين وفي احسن الاحوال. المهم هذا النهار هذا كيف ما شفتوا معايا، انا طلعت للسوق ديال الحد باش نشوف هكا الا لقيت شي حاجه ديال حوايج ديال الدراري. راكم عارفين واخا كتقدر تبقى تشري من جديد، وهذا ضروري خاصك داكشي ديال الدار وهذا وديال كل نهار غادي يلبسو تاخذ لهم هكا. صراحه انا كناخذ لهم الجوطيه ماشي كنشري لهم كلشي جديد، كنلقى بياسات زوينين. اليوم هذا النهار هذا ماشي ديال الصوم عرفتو، ولا شي حاجه، والبرد البرد 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 كيطير شي حاجه راه غادي نصورها تمشي للدار ونصورها لكم الا خديت شي حاجه ونقول لكم حتى الثمن. يلا كم ديالي، يلا انتم معايا. والو غزالات ديالي، انا راجعه بحالاتي. العجاجه بزاف والحوايج كيطيروا صافي، بداو كيحيدوا كيجمعوا العجاجه. بغيت واحد العجاجه ما كاينش اصلا، ما باليش كيبان لي غادي نهبط للسعاده وصافي حتى العشيه ونهبطوا للسعاده. الدنيا مرونه بزاف، مرونه والعجاجه تطير في السماء. هذا حاطين هكا طبالي وداكشي كيطير ليهم البياس. هاد النهار هذا ماشي ديال السوق صراحه، انا الصباح شفت تيفي داير هنايا، في داير لايف هنايا، وبان لي العجاجه الدنيا خاويه، قلت لا نمشي نشوف. ساعه القضيه مرونه بزاف وصافي، هادشي اللي كاين. نخرج نمشي بحالاتي، ولدي بقى مع باه ليها كيتسناونا، وانا جيت غير انا وجد الله. شوف لابس الجاكيطة والطربوش والعجاجة كطير في السما، مرايش كي داير الدنيا. خاوي ما عمرش بزاف، خاوي حيت العجاجة الناس ما جاوش. يلا المهم حتى نكمل معاكم. شو غزالات ديالي كيف ما شفتوا الدنيا خاويه ماشي كيف ما موالف السوق ديال الحد كيكون، راه تيكون السوق ديال الحد معمر بزاف. داك البلاصه ملي كنا داخلين تما ما تلقاش منين توقف، تيكونوا حاطين تما صحاب ديال السلعه ديال الفاكانس، كتكون الدنيا عامره بزاف وكتكون زوينه. وهذا الجوطيه الخرده كيكون فيها صراحه ما يدار، تيكون فيها ما يدار. هاد النهار هذا كنقلب والو، حيتاش الناس اللي غادي يجيبوا البياس اللي غادي يجيبوا السلعه وقيل عرفوا بلي راه الجومه تماش ما جابوش السلعه نهائيا، كاين غير داك الشيء العادي ديال 5 دراهم. قلت لكم كاين غير داك البياس العادي ديال 5 دراهم 8 دراهم، داك الشيء ما تماش، ما شويه كاشف شويه واسع من العنق ما تماش.
صافي ودرت بالناقص حتى نشوف شي نهار يكون هكا الجو زوين ونهبط للسعاده. السعاده كيكون فيها داك الشيء زوين. كاين واحد السيد جاي فواحد الدريبل داخل كيبيع عازلة كبياسات كيبيع 30 درهم بياسه 25 درهم بياسه ولكن داك الشيء زوين عنده باقي جديد بالتيكيطه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. وقفنا هنايا الفوق باش نشوفوا الا لقينا الحوت. ساعه الحوت والو ما تما شيء. نهبطوا للشارع المارشي وصافي. صور معكم العجاجة الريح. مهم غادي نطلع دابا للشارع باش نوريكم هذاك الطيب اللي كاين في الشارع ديال القلومة اللي قلت لكم. غادي نمشي اولا غادي نمشي نصوب الطابليت ديال ولدي ضاعت له بقاتش كتبغي تشارجا عنديها لتمايا القصارية باش نصوبها نشوف شنو خاصها. ومنها غادي ندوز لعند الطيب باش نوريكم داك القلومة. والله القصارى البناتي الغزالين غزالين غزالين غتشكروني عليهم. بصح غير لقاهم عنده صافي بصح غير لقاهم عند الطيب وصافي. ولا بقى لي شي حاجة في الوقت راه غادي ندوز للسعادة نشوف الا لقيت شي حاجة ديال الحويجات. واخا راني ديجا صافي كومونديت ليهم بقيت كنقلب لقيت وايكيكي في لو سيت دايرين مسولديين وصافي كومونديت ليهم. ولكن واخا هكاك الا لقيت د البال حسن كاع صافي. هادشي اللي كاين. انا غادي نهبط دابا غادي نمشي اول حاجه نحط الطابليت هي الاول ومن موراها نزيد لعند الطيب نشوف عليك يا مولانا نلقى القلومه. وباش نرجع نجيب وليداتي من المدرسه حطيتهم في المدرسه دابا الوحده ونص وهابطه صافي. هادشي اللي كاين. والجو ما عرفتش ولات العجاجه جمع ديال الشتا هبط ديال الشتا جمع التريكويات هبط التريكويات صافي. دابا راني حطيتهم في المدرسه وهابطه على داك الطريجات اللي كاينين في دوار جديد وغادي نشد طاكسي من هنايا نيشان القيصريه ديال قيس. هي فين غادي نمشي؟ القيصريه ديال قيس هي اللي ما عرفتش واش نمشي القيصريه ديال قيس ولا نمشي للمركب. والله ما عرفت غالبا القيصريه هي اللي كيصايبوا فيها. غنمشي نحط الطابليت ديك الساعه في القيصريه ومن موراها نشوف من طريق نشد. يلا غزالات ديالي انتم معايا انتم البنات. هنايا وصلت شتو القيصريه ديال قيس هي هادي هيا انوي ها هي القيصريه ديال قيس. انا ما غاديش ندخل دابا حتى نمشي نشوف الطيب هو الاول على داك القلومه وندوز. ها هي القيصريه هنا. ودابا نمشيو لعند الطيب الجديد ديجا كنت وريته لكم. ها هو هذا المحل هذا ها هو كبير شتو. انا غادي ندخل بلاصه راني دخلت عند الطيب والو ما كاينش. وها هو هذا اللي من مورايا ديال 5 دراهم اللي عنده حتى هو 10 دراهم لقيته ساد ما فاتحش حيتاش باقي الحال ما كاينش هنايا دوماج ما لقيتش. المهم ها هي في بالي حتى نقلب والى بان لي شي واحد هكا يديرهم ديك الساعه غادي نقولها لكم. ديك الساعه نجي لهنيشان ونصور. المهم انا كنقلب الى بان لي شي واحد غادي نقولها لكم.
والو ما لقيتوش. دخلت لعند هذاك الطيب الكبير، ما عندوش، عنده غير هذوك ديال هدى بيوتي دوك الصغيرين ما زوينينش، ما كاليتي صراحه ديالهم ما كتعجبنيش. وصافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي لديفاكتو نشوف الا لقيت قشرات لولادي. الطابليت راني صاوبتها دغيا، صاوبها لي بالزربه. غنمشي لديفاكتو نشوف الا لقيت جد الله كناخذ لهم داك زياد، كناخذ لهم داك التقاشر الصغار ما تيبغيهمش، انا هما اللي كيعجبوني كنلبسهم، داكشي اللي كنبغي انا. وغادي نمشي نشوف الا لقيت له دوك العالين طالعين شويه، كيبغي هادوك اللي طالعين شويه. وصافي ونرجع بحالاتي، ما فيا لا يدور اصلا، العجاج والدنيا خاويه، مازال الشارع خاوي كيصفر، وهادشي اللي كاين. المهم انا العليا درتو، العليا درتو على البنات اللي قلتوا لي راكي زدتي زدتي بزاف والطبازيتي وليتي خايبه. راه ميزا قرب قرب الكاميرا كان وجهي كيجي محنكر بحال هكداك، ولكن راه زعما البنيه الجسمانيه راني ضعيفه، ماشي زعما شي وحده باطوزه، لا لا ضعيفه غير وجهي، غير وجهي وصافي. وجهي اللي كيتنا اللي كنبدا نصحح كيتنفخ لي وصافي، هذا هو المشكل اللي عندي. اما انا زعما ككل الناس اللي كيشوفوني هكذا فاس، راني والله القسم الا ضعيفه. ايوا كبدات ديالي هذا مكان، راني في الجرده اللي حدا دوفيني، وندوز لديفاكتو كيف قلت لكم. شفت قشرات الا لقيتهم، شي مرات كيديروا الا خديتي وحده الثانيه كتاخذها ب 19 ولا كتاخذها غراتويت، يكون بحال هاد لي زوفر هادو. الا لقيت علاش ما ناخذش لوليداتي؟ الله يخليهم ليا يا ربي ويخلي لنا اللي عزيز علينا. معنا ما نديرو، حنا كنتقاتلو غير على وديك الوليدات. والله عفوا راه شي مرات كيعطيني راجلي فلوس تيقول لي هادي خديها ليك انتي، خدي ليك انتي داك الحاجه، تنخرج باش ناخذ ليا، كتبان ليا ليهم وناخذ ليهم ونرجع انا ما ناخذش. الله يسمح لنا من الوالدين. والله شحال من حاجه كنكون باغا ناخذها ليا وكندير بالناقص ليا وناخذ ليهم هما، كتقول وليدات هما الوالا، كتفرح ملي كتشوف ولادك لابسين ومقادين. مهم يلا انا راه قربت ديفاكتو، الا لقيت شي حاجه غنوريها لكم، ما لقيتش ما شفتوني ما شفتكم ترجع للدار. كبيدات انا دخلت رجعت من الزنقه، عتو هاد النهار واخا راه ما كاينش الشمس كاين واحد الحراره، واحد الحراره راه صراحه ساخطه. بديت معكم اللايف، الناس اللي كانوا معايا في اللايف شكرا لكم بزاف بزاف، كنبغيكم وكنحماق عليكم على خدمتكم عليا. وكيف قلت لكم دخلت المرجان، المرجان صراحه ما تيخليوش كاع التصوير كيعكسوا في هاد القضيه ما عرفتش علاش. مهم مشيت خديت كيف قلت لكم المصلوح، كان خاصني مصلوح حيت راكم عارفين دابا ملي كيبدا هكا يسخن الحال الحوايج ديال الصيف عندنا باردين، عندنا رهافين، ومصلوح كنخسر لي. وملي كنبغي نلبس ما كنلقاش كيفاش ندير المصلح، نخرج بالحاجه مكمشه ما كتجيش، كيجي داكشي ما هو شيء بحال العكر فوق الخنونه مقاده، والحاله والحوايج مكمشين ما تيجيوش. ومشيت ناخذ الا لقيت شي مصلوح هكا يصول، ولقيت صراحه واحد زوين ديال دينوا، انا كتعجبني في مارجن كتعجبني لا مارك ديال دينوا، خديت هذا ب 109 وكيعطيكم في الكارانتي ديال العام، صراحه زوين عجبني. ها هو الكارانتي ديالو، ها هو الكارانتي ديالو 109 ديال الدراهم، زويون. المهم يصلح لي حويجاتي وصافي. ها انتم خديت هذا وصافي، صراحه قلت الا كانت هكا شي حاجه نحاول انني ناخذ نصور لكم. ساعه ما كاينش زعما شي صولد ولا شي حاجه اللي تستحق انها تصور. وكيف شفتوا معايا انا كنت كنقلب على الحوت ما لقيتوش نهائيا، مشيت خديت لهم دابا لقيت 29 درهم في مرجان زوين كابيلا، خديت كيلو ديال كابيلا ونص كيلو ديال البواجو، خديت لهم الوليدات كيحماقوا على الحوت الكبير. وهنا في تازه شويه عندنا المونك ديال الحوت الكبير، ما عندناش بزاف، كيجي غير من السبت للسبت. صافي وخديت لهم التوراشة تخرجات وصافي، خديت هاد الكيكة هادي، هادي خلاص راه كتكون صولدية 21 درهم. وخديت هادا البنات زوين، هادا اليدين، هادا ماتريكس أتريكس، والله إلا زوينة البنات، هادا اليدين زوين زوين، خصوصا أنا دابا مؤخرا مع جافيل راه يدي ولاو حالتهم بجافيل، بجافيل بس كنستعمل جافيل بزاف، يدي ولاو حالتهم. هانتوما ماتريكس هذا فن 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 ب 14 درهم من مرجان. صافي وصايبت الطابليت لولدي وخديت له كابل، هذا
19 درهم باش نبقى نشارجيها له، حيتاش عندهم شارجر واحد هو وخوه، وتاي يزعلكوا الدنيا شارجر تيخسر ليهم من هادي لهاد الكونيكتور لهاد الكونيكتور تيخسر ما تيبقاش هو هو. صافي هذا ما خديتو، خديت ليهم عندك درهم عندك تويكس تويكس ولا تويست ولا شنو سميتو كيحماقوا على هذا، خديت ليهم هذا وصافي جيت بحالاتي. هذا ما كان هادشي اللي كاين. ومهم حنا اللي جات كنتشكاو منها، جا الصيف كنتشكاو منه، جا البرد كنتشكاو منه، جا الصيف كيغلبنا، جا البرد كيقهرنا. مهم واحد السيده كانت قالت لي عافاك وقولي لنا داك المكمل الغذائي اللي كنعطيه لولدي، انا نمشي نجيبو ونوري لكم، خليكم معايا. ها هو البنات، هذا هو المكمل الغذائي، سميتو بيديا كيدز، بيديا كيدز غوم. ها هو هذا راه كيدير 140 درهم بالنسبه للوليدات من 5 سنين للفوق، راهما كاتبين هنايا شحال كيتكال من 3 موان دو 3 اون حتى ل 2 اون. موان دو 3 اون كياخذوا من 3 د القومات من وحده حتى ل 3 د القومات في النهار، ومن 7 اون حتى ل 2 اون كياخذوا من 4 حتى ل 6 في النهار. ها هو بيديا كيدز اللي بغى يسكرينيها البنات، راه مكمل غذائي غزال 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 لوليدات الدراري الصغار، فن 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 صحي ليهم. ها هو كيدير 140 درهم، وراكم ما غاديش تلقاوه في لي فارماسي، خصكم سيغ كوموند، يعني ماشي كيما غتمشي غتشري، لا غتمشي دير لو كوموند وانتم سكرينيوه ووريوه ل بالنسبه للبنات اللي زعما اللي باغيين سكرينيو ووريو. ها نتوما شتو سير كوموند، ما غاديش زعما كيف ما تمشيو تاخذوه. هادشي اللي كاينه كبيدات ديالي كنبغيكم بزاف، انا راني عطشت قلت لكم نمشي ناخذ قرعه الماء، خديت هادي ديال سيترون من مرجان وجايه في الطاكسي وكنشرب كنشرب كنشرب حيتاش شحفت ديال بصح. صافي غزالة ديالي هادشي اللي كاين، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وانتم ما شاء الله تكونوا مرتاحين وناشطين وما خاصكم حتى شي خير، والهلا يخدكم. بيزو ليكم كاملين وسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.